يواجه فريق الهلال السعودي فريق صبهان أصفان الإيراني في إياب دورتموني إلى دوري أبطال آسيا لكي تشاهد المباراة مالك فضل الضغط بسرعة وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى للمباراة ملعب كنك دوم أرينا بالرياد في تمام الساعة التاسعة ليلا بتوقيت السعودي وقطر والإمارات وساعة 8 بتوقيت القاهرة وساعة 7 مساء بتوقيت الجزيرة وتونس والمغرب وسوف تنقل المباراة على قناة اس اس سبورت دي الناقل الحصري والبث المباشر للمباراة تجدون البث في صندوق الوصف نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا لايك والاشتراك في القناة وتفعيل خاصية تصل لكل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل مباريات القوية والمقبرة ونضرب لكم موعد في موعد قادم